حوالي شهر تقريبا انطلقت الفكرة انه عندي انا من رواد أشرعة من مناطق مختلفة من سوريا، فحبينا من خلال هذا الدوري نعزز روح الاندماج، روح الأخوة. طلقت الفكرة بست فرق هن تابعين لأشرعة، هن فرق أشرعة. طبعا الهدف الأول انه انا اعزز روح الاندماج، الهدف الثاني انه انا بدي انتقي فريق يكون هو يمثل أشرعة ببطولات قادمة ممكن تكون. البطولة كانت جدا كويسة وجدا رائعة، وأغلب الشباب طبعا قدموا أداء جيد جدا، والفرق كانت متكافئة وكان لعب حلو كتير، وبنفس الوقت يعني إجا بوقته هذا الدوري لنتعرف على بعض وتلاحم مع بعض أكثر، لنتعرف على الأخوة. مباراة اليوم كانت جدا قوية، بنفس الوقت كانت مباراة حاسمة، يعني اليوم كانت مباراة نهائية ونصف نهائي كمان، يعني المركز الأول والمركز الثاني. كانت اليوم لعبتنا مع السلام، فريق السلام فريق قوي، وقدمنا يلي وسعنا وحصلنا على المركز الأول.